ولذلك استضفت لكم رئيس نادي النجوم للكرة الحديدية نبقوه والنيد رئيس نادي النجوم. أهلا بك في برنامج مرابطون فوت. أهلا بك ومرحبا بك. أهلا بك. طبعا البطولة الأخيرة التي توج بها نادي الأمل، البعض يتساءل هل هي منظمة عن طريق يعني نادي النجوم أو أحد الأندية الأخرى أو حتى الاتحادية لكرة الاتحادية الوطني لكرة الحديدية؟ شكرا. قبل نجاوبك على هذا السؤال نختار نشكر قناة المرابطون، خاصة برنامج المتميز برنامج المرابطون فوت، وأنا بعد نختار يعود برنامج سبور بعض طبعا. لذلك هذا التظاهرة اللي عدلنا تظاهرة دولية عدلها النادي النجوم خاصة، يعني وهو اللي معدلها بجميع أموره بحث، يعني إمكانياته الخاصة يعني طبعا هناك دعم من جهات معنية، ولكن الكرة الحديدية كيف ما تعرف أنها أمورها كاملة تختص بمداخلها هي اللي الخاصة في ساكس من انتساب لاعبينها ومن أمورها، يعني إلى قبضة الكأس يدخل شيء في كأس هاي هو اللي تعود تسير بها أمورها، ولا كيف التظاهرات الأخرى، كيف الألعاب الأخرى، السبور الأخرى اللي يعدل اللي عنده مداخيل تجيه من المشجعين وتجيه من الاتراه اللي عندها، هذه رياضة تصرف من جيبها إياك تعدل هذه النوع من التظاهرات، سمعت، وتتركز أساسا على رؤسائها ومنتسبينها. مقاطعة شوي لك، من درى كان فهم تجاوب مع الوزارة المعنية الوصية، من درى كان فهم تجاوب معاكم من خلال مشاركات الدولية، يعني مشاركات في البطولات الدولية، من درى كان فهم تجاوب والله شيء ما هو قبال اتجاهكم؟ هاي التظاهرات تخص بالأندية، خارج التظاهرات اللي الدولية اللي تعود مستمع فيهم لا فيدراسيون، وهي اللي تمشي الممثلين عن الدولة، تمشيهم في المحافل الدولية. هاي التظاهرة اللي عدلناها كل نادي يعدل تظاهرة خاصة به ملزمة من الطرف الاتحادية، وكل نادي هو اللي يعدلها ميزانيته الخاصة. طيب سمعت، خاصة ميزانيته الخاصة. لاحظنا من خلال هذه الدورة الماضية، لاحظنا مشاركة يعني المرأة الوحيدة ما أعتقد اسماء من تلبات. نحن حصلنا على تصريح منها في خلال بداية هذه الدورة، هي الوحيدة المشاركة، ويعني كل الدورات الماضية في السنوات الماضية لم نشاهد أي مرأة إطلاقاً، سنشاهد طبعاً من صور تكريم هذه المرأة، لم نشاهد إطلاقاً أي مرأة مشاركة في الكرة الحديدية ما عدا هذه يعني المرأة التي تدعى أسماء منت لبات. سبب مشاركة هذه المرأة سأسألك عنه، لكن بعدما نشاهد يعني تتويج هذه السيدة في الدورة الأخيرة، وبعد ذلك مباشرة نلاحظ تم تتويج هذه السيدة المشاركة الوحيدة، هذه المرأة المشاركة الوحيدة في بطولة الكرة الحديدية الأخيرة، طبعا نرفع لها القبعة. ماذا قالت بعد انتهاء بعد هذا الحصول على هذا التتويج وأيضا المشاركة في بطولة النجوم نادي النجوم؟ لنشاهد ذلك. أنا دخلت مجال الكرة الحديدية، أبويا لكون اللبات يلعب الكرة الحديدية، وعلمنا جميع أنواع الرياضة، منها الكرة الحديدية ومنها فولي وأنكور مالي لتي شارع، وطالبة من النساء كاملين، لأن ما في فرق بين الرجل والمرأة في شيء، خصوصا كاع الرياضة كل حد يمارسها. الكرة الحديدية بما قلت تمارسها النساء اللي ما فيها عار على المرأة على انها تمارس الكرة الحديدية، هي ما كاش حال بس ولا ما عندها شي خاص، الكرة الحديدية عادي ما كي البالون وكي ذاك اللي لا بتزلا من الرجل هو اللي يلعب، الكرة الحديدية رياضة عادي ان شاء الله فيها العالمية البطولات كاملين. انا سابق قط شاركت ياسم بطولات ونبقي ما ان شاء الله لهم شي ما هو وطني. لا وطني. إذن واضح، ما هو سر مشاركة هذه الفتاة؟ قدمنا استدعاء لوالدها لكوننا للبات، وهو أصلا من
من الناس اللي معجبين يعني من يمارس الرياضة له فترة من الزمن طويلة، وإذا كان من يوم اللي لا يرعى التربية اسمه يدخلها يدخلها في هذا النوع من هذا اللي تكتسب خبرة سمعت ولو كونتاكت مع الناس وتجابر ولا هي يأكد أم اللي على المرأة على أنها هناك على أنها تقدر تساهم وجانب أخوها الرجل بجميع الرياضات بحفظ مستورة وسترتها وبدون أنها تعود متعرضة ل يعني أي تبرج أي تبرج. طيب منتخب الوطني لكرة الحديدية، شنو المشاركات اللي في الآفاق القريبة؟ شنو هو الطريقة اللي تم بها انتقاء منتخب الكرة الحديدية؟ هو ذلك السؤال يرجع يعود موجه قبل لا فيدراسيون بي اللي عندها لا ديريكسيون يعني، لكن من خلالك انت ايضا كرئيس لنادي فما تيها اداره مسؤوله عن انتقاء اللاعبين حسب مشاركاتهم في الدورات اللي يعد في البطوله الوطنيه وفي الدورات اللي يعدلوا الكؤوس اللي يعدلوا في جميع الانديه في المواليب وفي المواكشوط وفطار وسويرات، اينما وجدت الكره الحديديه يعدلوا هذول اللي كونكور هذول المسابقه ويختاروا منهم نخبة جماعة وهي يعدل لها تصفيات بعد ذلك ويختاروا منهم الأحسن أحسن اللاعبين وهم اللي يمثلون في المحافل الدولية. طيب البطولات نبقي طبعا المشاهد يعني المتتبع للكرة الحديدية نبقي يعني يعرف، لاحظنا من خلال هذه البطولة المنظمة أخيرا في المعرض يعني مشاركات عديدة من مدن الداخل ومشاركات أيضا من العاصمة نواكشوط، يعني أنت كرئيس لنادي النجوم دائما هذه الرياضة نلاحظ سيطرت عليها فرق الداخل، ما السر وراء ذلك؟ صح المعلومة شوي ما تقدر تعود، هي فرق الداخل هي اللي دائما مسيطر عليها دائما فرق نواكشوط وخاصة نادي تبرق زينة ولا سكنة. لا سكنة. به اللي هي عميد الأندية وعميد الكرة الحديدية اللي من الستينيات ولا السبعينيات هي يمارس فيها وجميع اللاعبين يتخرجوا منها. بغض النظر عن فماتيها النوادي في الشمال في فطار وفي نواديب وهذا اللي يمارسوها وأندية متميزة ونجت ياسر من الكؤوس والألقاب. سمعت الله أعلن الأندية اللي هناك في نواكشوط هي اللي متميزة، النادي تبرق زيلو ولا سكنة ونادي النجوم اللي أنا هو رئيسه. طيب سؤال ربما يكون يعني أريد منك يعني أن تكون صريحا في هذا السؤال، رئيس الاتحادية الحالي ورئيس الاتحادية الماضي، لاحظنا من خلال رئيس الاتحادية الماضي محمد لمين واللولي فيما أعتقد بأنه كانت هنالك حركية للكرة الحديدية، كان هنالك حضور يعني لافت الكرة الحديدية، بينما في الظرفية الحالية هنالك تراجع. أنت كرئيس لنادي الكرة الحديدية أين تجد نفسك يعني من هذا الثنائي، يعني هذه المأموريتين، مأمورية محمد لمين واللولي المأمورية الحالية، هل فعلا تراجعت الكرة الحديدية؟ لا ما نقدر نقول لك على انها تراجعت، فماتيها كانت نشاط في مأمورية محمد لمين واللولي، كان فماتيها نشاط يعني لا يستهان به الا على ان هذه المأمورية اللي ضركت اللي فيها هذه المكتب الجديد عنده سياسة اخرى، يعني عنده سياسة ابعد واعمق وقد يعود بها ظروف الاتحادية الماضية ما كيفتها ظروفها لدركاتها مادية، لذلك السبب يختاروا يعدلوا برنامج يعني مدروس ومعمق ياك يمشوا بالكرة الحديدية على مستوى أعلى من هذا المستوى. طيب في تنظيم للأندية، يعني هو كل شيء يرجع لأساسه، في تنظيم للأندية داخليا سمعت من ناحية تسييرهم من ناحية برنامجة هذا ذا كامل وعدل الله في ذي المرحلة اللي تأسيس يعني هيكلة جديدة طبعا يعدلوا برنامج موسع وله عنده آفاق بعيدة شوي. طيب من خلال كلامك لاحظت يعني بأن المأمورية السابقة بأن هنالك يعني هنالك
قدرة على تنظيم البطولات، بينما حاليا حتى اللحظة لا توجد هنالك قدرة أو تجاوب مع الوزارة. هل الوزارة تجاوبت مع الاتحاد الحالي الكرة الحديدية؟ ذاك فم التجاوب يقر ما نعرف ما نعرف شنه مداه، ما نعرف كانوا محدو يعني طريقة بعده مع الاتحاد يبيه اللي ماني في قلب الحدث وشان بونراعو يقر هناك على التجاوب يمكن يعود قد يعود ما فات عاد متين حتى يقر هناك تجاوب من الوزارة مع الاتحادية، ويمكن في المستقبل القريب نلمس ذاك 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 التجاوب. طيب البطولة الأخيرة التي قمتم بتنظيمها كانت بطولة فعلا رائعة والتنظيم كان جيد، لكن أنا حضرت لهذه البطولة لاحظت بأن هنالك لاعب من نواذيبو تم حرمانه من المشاركة على خلفية بأن وثائقه غير يعني أكيد، ما حقيقة هذا الخبر؟ خبر حقيقي وواقعي، ولذلك انسحبت كل فرق العاصمة الاقتصادية نواذيبو، حاولت الانسحاب احتجاجا على على القرار اتخذه الأمين العام اللي كان مشرف على الطاولة على البروغرام، وقدم على اللاعب وهذا من في القانون حسب الأمين العام لأنه ما يرتوي يلعبها رجاج ما عنده ليسانس، واللاعب قدم نسخة منها فيما أعتقد نسخة منها طبعا، ومعان مولي ليسانس اللي معدلها الأمين العام هو اللي معدلها في الأصل وقدمت لك نسخة، علاش ما تخلي اللاعب يتابع لعب هو اللي يوصلني المعلومات؟ أنا كنت حاضر طبعا فما تيها هذا هو المشكل، وعقب خلق انسحاب في واسمه ذاك مشكلة داخلية في الاتحادية، ونحن ما نختار نطرق لها يعني نفوت هذا إن شاء الله تنحل في القريبة يعني مستقبل. تعني الاتحادية إذن تعني الاتحادية ما تعني لنا نحن ما تعنيك كرئيس نادي لا تعني اللجنة المنظمة به لنادي النادي بشهادة من الاتحادية وشهادة من جميع اللاعبين ورؤساء الأندية اللي جاءوا من 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 السنغال ومن نواذيب ومن الزويرات من الشمال كامل، وشادوا بالتظاهرة من حيث التنظيم من حيث التنظيم في جميع هذا، ومن حيث التظاهرة اللي خلقت فيها لأنها لأول مرة تعدل هذه التظاهرة فيها أربع تظاهرات اللي عدلنا فيها فئات يعني فئات ما فوق 48 وما تحت وفيها لتير دي بريسيزيون يعني الرمي الدقيق سمعت، وبالمناسبة نحن عدلنا ذاك الرمي الدقيق لتير دي بريسيزيون تذكر للسيد أحمد ولي الصفرة المرحوم السيد أحمد ولي الصفرة، نظرا على أنه ما كان من النادي يقرر على أنه لاعب كان قديم وان اربيتر وهذا عدلنا تذكر له الوقت ضايقني، عندك 30 ثانية تقول لي فيها يعني رسالة أخيرة للكرة الحديدية إما للحكومة إما للاتحادية الحالية إما لأي يعني زاوية. قبل كل شيء نختار نقدم شكري وامتناني لأخي والرئيس اللي معايا اللي هو محمد الأمين ولي الأفضل اللي لولاه ما عدلت هذه التظاهرة، هذا الشكر أنا مقدمه لهم عبر قناتكم أنتوما اللي ساهم حتى في إنجاح وفي هذه التظاهرة، ونشكر شرايك قدمت لنا الدعم كقطاع الصيد بشقيه الخاص والعام وهي تسنيم الخير والمولتال وكذا طيب. سمعت وصندوق الضمان الاجتماعي، ومن خلالكم اللي قبل نختتم نختاروا من الاتحادية والوزارة يعرفون هذه الرياضة على أنها كيف أخواتها الرياضة يعني لا فرق بينهم لا فرق بينهم هم على أنهم ومثلناهم في المحافل الدولية، ولذلك راجنهم على أنهم يقبض ذلك بعين الاعتبار إذا نرجو من الحكومة ونرجو من الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار كل الرياضات.